حزب طه، سورة طه. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الحزب انطها، الصرص انطها، سيسمى الربي ذا حنين يتشور ذي الحنى. طه، ودن نزيل رف الله القرآن أكنك محن، حشا ذا سمكتي كان إوين يقثن ربين، يسد غرو إخلقا ثمرت ذهن ونعلان، ذحن غف العرش يقعد ذيلش خيلا مرة، ذقهن ونغذير قعا نغيلا سده وكار. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. مث عقضض إمث ذعوض، أثني يعلم مث ذعيض، سسر أولاد قريه أرب الأشويض، أمن التسع يسعى اسمون العالية. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كتوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. ما يلث بضد غره ثحكيث النغموسى إمي يضرك ثمس ينل وشوريس قمث أقري ضريق ثمس مبعيد إما هثا ونداوير تهتفت نغذف ونري مرن بريد. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إمي بضر غرس يسري وسيوج أموسى أقرد نكيني ذبابيه أهكستر كسينيه اشتقل كده ذي القغزار ذا زدكان اسمي سطوى نكيني اختارك حسد إيوانا قدي تشوحين أثان ذي نكيذ ربي حدور يلا من نكيني أعبذي فدغة ظليث أكنا يذمك ثيض. إن الساعة آتية نكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. القيامة ألد فدو ألم مقرفة شفرة أكن شف كل ثرويح أين كنت لتخدم هذا كبعد فلاش، وإن كنوى النومينيس يتبع كان الهواس مولق لك في رفض. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. أموسى ليش تثنى تتفضك فسيفوس إن يستعك سيو فلس يسع كوزا أغطلق ديس إفر يوليو خدم غيس أين النظن. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. يند موسى ضقريس يضقريسها كان ثغال ذجرم يفذل يرحوه. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى.
واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. ين أدمي ترتقاد أتنر أما كنث الله إهرفسه ذي الطرقيه أدف غش بحور يضين ذي المعجزة فيضنين أيد نسخن أتضرض المعجزة النينة إذا كان مقرنطاس. يذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسير لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. روح غر فرعون قطغان إن يسأذ فينو سوسعين إذمرنيو سهر فلي ثلفثيو أكند فهمن أوليو تقمضي دمعون ذقي ذكي قربا ذي مهرون إقلقا أفي دف غريب سيو أفي السكي غذير مريو أكن سبح عطاس أكيد نسمحتي عطاس اشتق لك لغد سواليض. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد منا عليك مرة أخرى إذ وحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إن يسأثا مقبول أموسى وين تضربا يرنو نخدمك لمزقا فكل تنين النظام إميزد وحي ماك أي نزد تشوحان أجريت تدخل صندوق ذقرت غار ذخر البحار البحار أثي وغرشط أثي الدم وعدوينو ولفن السلالة ويس نقمك مراك حملا أكربين المندذيو. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. إمي كدثبع وثماك ثنيسن مون ملا ونرى وانت ربين نركد المذين ماك أكن تشتر في طيس أذي فكر حجر فلاش ثنغض يوث تمقرت ننجاك ذي الهم ذو خمم نجربك دنجرب ثقمضا لسقسا أيري مولا أمدين أم بعد تسرد موسام أما كنش مقدر أخطارك إيمانيو. اذهب انت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. روحت كتشيني ذهماك سر معجزة النينون في الذكر وأشته زيث روحت أوضث غر فرعون الثاني طغذي قعان إن تسره برحلة ون إما هاف هذه مكثية نغذي قدر عثبيو. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو نطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فاتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا
أن العذاب على من كذب وتولى. أن نش أذف النار أقرغ نقذغ ديعنو نغذي تعدي الحدود إن يسن أرسق وذوث أقري نكيني يذون كل شيء سلغز لفظ الرب رحث غرس ثاس أقلاغ نسد إشقاد بابيه ذرق ثروان إسرائيل يذن غرس نسعى التيب نبوي لقدر معجزة غرب بيه أثان الزمان غفين يتبع نبريذ أثان يتشو وحياقد لعثف غفين يسهد بن يروح يزيد على ريس. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إن يش منه ثكى إذ بذنون موسى إن يش إذ بذنى وني يفكان إخرد يخلق الطبيعات أرمي والهيث. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواج من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. إن يس إهل خلان رجلني عدان إن يس الخبر نسن غرب بي ودخل الكتاب ورعر قرب بي وريث سوى الشماء وإنك نيوين دي يقمن القاع أمزن ذسو فنجرم ذكس إبردان ذك جنين غطر دمان نشمغي دي يسن رصناف التحشيش ماشي كلا اتشث اكست المجنون ثقي يكذ العلمات ايو ذي حذقا فهما. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد ريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلناتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. ذي القاع يكون إذن خلق أكنر المذغورس ذي يكون إذن السفا في كلتنين النظام نستك نجد المعجزات أن إزدرفت مرة ولكن يقول يمن إن يسئه ثوسيض أكناغ السفغ ذي مورث سسحرينيك موسى أذي دناوين السحور أمي ذاك وقمغ دلوعد جران غرث نسخلاف أما ذيكش أما ذنكني إذو مكان نلقا. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. ينيس الوعد نون أسلعيذ مرش بحم أدن نجمعن الغشير فصبحيث روهين الطحا يروح فرعون يجمعد أجكي ذي سفيساد يعدي النيسن موسى أكني غر ربي أردقر ثراج كثب غف ربي أثنى كني قشع السلع ثب مرتز ميرم يخاف وندهرن كثب. فتنازعوا أمرهم بينهم وأصروا النجوى. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم تصفى
وقد فلح اليوم من استعلى. أم قرش هرسن عقدن درهدرانس أرنفرن رفضنانس أننس أثني الوجيع ذي سحار نقفغان أتي جمثة مرثنون سسحور نسن أو نوين أم كاناقين ذي ثلام على خطر يلعطاس فكت ديك تزمر ثنون إثذ الدمد غفي ونصف أشى بفاز وين يفررن. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من نلقى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى. أننس ما تزوير أم موسى ما غنزوير إن يسأها زويرث هاه كان إمرار نسن أتعوزين نسن ذي السحور أما كنت زرت يوقذ موسى القريس. قلنا لا تخفنك أنت لعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. لن يسأل تواد إذ خشر دي فريرن ذرقص يوين يلان ذو فتوس شي فوس أسر قف شر خذمن أثن وينك خذمن شك يوذن سحارا وريت فزر سحار أني ذي فغيساد. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال أهامنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. إسحرن إحنان سجدا أننا سنمنس ربي أن هارون يقذ موسى إن يسفرعون ثم نمت قبل ونفك غتسريح ذا مقرانا جنين ون إيون يسحفظنا سحر ذا ذي جزمغي فسنن ون ذي ظارنن ون مخالفان ذا كنقنا غالجدارين التزانثين أكنا تحصوم في زانثين اتجران تسمر إيومي قعر العثاب أرنو مديدهم فلاش. قالوا لن نوثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. أننا سألك نتخذير هيتش أن تجي المعجزات يكذوين يغدي خرقن أين تزمر غاش خدميث هرب بين لا تخدمض لقيني كان ذي الدنيث أقلق نوم من سبب النغ أكنا غيعفو الدنوف النغ ذي السحور يفغت حتسمض ذا ربك أنا يا خير ذا نتشان غريذ من. إنه من يات ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. أثنوي نردي سن غرب فيس نتشيخفر إسعى كان جهنما ذي سور مثوري الدير مذويني ديوسان يومن يخذم أي نصرحا ذوي ذاك النقسعان الدرجة فعليا ذي الجنث التنزدوث ثذوم السفن الدوس لحون لسرق من دماء أذوقني ذي الجزاء أبنز ديهن إصفان.
ولقد أوحينا إلى موسى أن اشر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبشا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. نوحي يجد موسى أفغس العباد وذقير أقمس نبريد ذي البحر يكاو أتساقو ذرع حدور كندي قطع أرتساقو ذا صغرقم يكريث بعيث فرعون نتشيكو ذي الجنوديس يغمثن ذي البحر وينكنه نغمان فرعون يغر القميش نتشعرق نشي فرذان. يا بني إسرائيل قد انجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور ليمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. أي الرون إسرائيل ننجاكن وعذاون ون أن وعذيكن غلجها سيفوس لجبل الطور نفكيون المن ذي السلوى المن ذي متين التجرى ذي حلوان السلوى ذي الضيور يمن قارثي فرض الفل أجث ذقين صيدا ذي الرزق ود النفكا وتعدي ثلاثي لاش فاللون ثنذ زعفغ ونفر زعفغ يغلي سدر وزدمس. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أقلي عفو غطاس إوني ثوفا يمن يخدم كان ذي الصراح يثبع بردي صوفا. وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولاء على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. أيغر إذ حرض موسى ثوسيط سجد نرقميه إنيس أثنى الثبعند عجلغد أذذي وغرش أكن صردوف لي إنيس أثن نقمد بعدك أجر في القميه يظل رثل السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أمرتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. يقرد موسى القميص يزعف ورسي النغنى إن يسن أرقميو أعني وكني وعدا ذافنون شروع ديرهان أعني ظرف اللون الزمان نغثف غمد يشغر ون زعفني بافنون مثخر فم الوعدينو. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. أننس أخو الفرع الوعدك شرف غنى لكن نعب السياث ذي الصياغة لقوم فرعون نجلس ذي ثمس أكن يخذن أولاد السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. يسف غزن ذي الصورة وعجميه وليس رميح أن الناس نواغذ ربي غنون ذي ربي موسى يتشو ورزرنا رب الليم وزن ذي السر غوال أثني نفع أثني صدروا. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن
فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. يغل حالي نيسا هارون أقبل أقميو أثنت وجر فميس مذبذ نونذ الرحمن اسم ربي تبعثيد أخذ وليو الننس وسن التخير آل ما يقرد موسى. قال يا هارون ما منعك إذا أيتهم ظلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولن ترقب قولي. إني يسموسى أهارون أيغر إمثن توالاب الشغل نفغني وبريد أريد في عضارة عن ذر مرويت عصيض. إني يس أهمس يمان أرجب الذي ثمر فيه ورشع الرقرويه وقذ غيد دينيض اثفر قثر وان إسرائيل واثبع ذر وليه. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. ينيس تشكي بين غروية السامري ينيس نكيني زريغ أينك نور زرين رام الدماغ ديركم شب وكال ذي رثر النين الرسول جبريل لقرات السفل لعجمي أكاقيني يدنفح. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. إن يسموسى اذهب خرثك ضد دنيث أشفقر ضد سمسات خطر وين ثير موسن أثن تغثور أغيسين غور في الوعدور كي خطو مقرغ رب النينك وإنك النينة عبضه أثن الصرغ أذي قل ذي غذ أثن ضقرغ البحر ورث عبثم ربي حدوري اللي ما من التسام في العلمش حوري فير. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. أكد يجد حكوم رخضار بين جورا أثنف كيجد القرآن صغور نغيثدنا نزل ونثي الجن أذي الدم يوم القيامة ثعكمت نسيث دماء أكن رقما السن إذي ثعكمت السن القيامة. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتموا إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. أسمر صوضا ذي الفوق أد نجمع وذي كفرا السنين ذي زجزون لسبسبوش هرسا سبسبوش هدرا سلع قلك وانتقم ذي الدنيث حشر قدر عشر يام نكونين عدم في هدرا إي مسيين العقل نسن يون وسنت قمم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا.
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. أكيد سجن في دولار إن سنفن قلع ربي أذن غذن أمغبار أذي يجي القاع فقعد الشمري اللي فلاس ذي سورة ذر في غيل ولا تخنق في صبا السن غرث عن وإن رزن دي السيولا ولي اللي وستس عوجا رسوة مرة أذي السوسمن يوحنين ورث السلط حاسس بشبش يرسن السن ورث نفع الشفوع ولذيون حشوين يجاو حنين يضع سوين دينين يعلم سوين الزورن يكذوين يسقران نحنين ورعلي من يس. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. إحنان وذمون دلن الزات الحي ذي القيوم يسمون الرب يخاف ونبو بن الظلم ونخد من ذي الصراح يومن في حل ما يقاذ أذي خلصي نور يخذيم نغسي روح كي يخدم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. أكدين كدن ننزل ذي القرآن اللغة التعراف انخطر ذيس أشي قذ إما هذا ذا نغى هذا دمكتين أعلى يا ربي ذي الشنيس ذي اللي ذي الحق نصح ورعجر أتحفظ ذي القرآن قبل ذي فكر وحينس أقراس أبا ذنو أرنو يدي المعرفة. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. أقبل أن وصد أدم يتشوري لذا عزام إمن أن الملائك سجدت آدم سجدا حش إبليس كان جهين. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ننيس حسد أآدم وقني ذا ذا ونون خدشي يكتم الطثيه أكون يسوف غذي الجنة أتعيشن ذي مشقى أقلك ذي سور فترازض ورتستغيما عاليان معنى هذه الجنة الذي يتفذ ذرا ورتحوص صغماش. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. إيش مسغري ذمرنيس الشيطان اللسقار أآدم ماذا كملغ التجرى الحياة تتدوم إذ الحكم برنتفكا التشنذيس فانند عريان إذ ذن تسرق مننسن سيفرون الجنث يعوص أدم ذافيس يغوات الشيطان يبيث ومن بعد يختار ذافيس يعفف اللاس يوليث. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري
فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني يا أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ينيس صبت ديس الجنث مرة ودع ذوبا ملكني ديس صغوري وينك ملكني والهن ونثفعا أولهيو وريت صفع واسم انطاح وني جنس مكثيو هذه عيش ذي المشقى أثيد نحيون ذا ذرغال السن يوم القيامة سيني أذا في نوم أمكيد حيض ذا ذرغال يكن كين اللي غزرغ أسيني وسات دوري اللي يثنغ يثتوغ أسا أكن لك تون. وكذلك نجي من اسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أكدني رنجزين وني تعدا لثلاث ينور يومين لا سلية النبافيس يعتف الأخر فاكثر ذونا ورسفكا. أفلم يهدي لهم كم هلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ورزن دي فنرى أشحال ذي الجيري قلان قبر نسن سنقريثن لا تدون قخام ننسن في ذاك يكوذ العلمات ويذي حذق فهما. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. لو كان ريزور ووال إذ رجلي تسمان غرب في كثير يرزم أدي يسرع تبدي الدنيث صبري وين دقارا سبح الحمد الغبيه وقبر ديالي يطيج أنه أقبر ما يغري سبح خلوقه ذقير أنه يرجى ظروف باس أكني ما هذا صردوض شرجر أريد فيك. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ورشكر في الطيح غرويني يجند نفكا إخرى ذي شمث تمتعن ذي الحياة الدنيثا أثنيد نجرف ذيس ذا رزق بابك خير أريد من ذي الخرف. وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أمر أثو خمس فظليث الصبر فلاش ثذمض وقد نطلب الرزق إذن كناك دي رزقا ثقرا بني ضوعا. وقالوا لولا ياتينا بآية من ربه أولم تاتهم بينت ما في الصحف الأولى ولولا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. أننش أمر يغدي بي المعجزة غربابيش وثني ديو سلال بيان ذي ثورق في منزع أمر ذي ثن السنقر قبر الشيون العثال ذر دينين أذر النغ أمر يغد الشقع ظنبيع ذر نثباد اللي يثيه قبر نتوذل ذاقيع أن توفضح ذي لخارث. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. إنسن أم عشيك مرة عشث أما ستعلمم أنوذة قبريذ يصوذ ونما يعرق قبريذ